في يوم من الأيام حكم إحدى الملوك على النجار بالإعدام، فتسرب الخبر ووصل للنجار، والنجار كان قلق ومو قدران ينام. فمرته قالت له نام ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فنزل من هذا الكلام مثل السكينة على قلبه ونام. ما قعد الصبح إلا على صوت الجنود هم عم يدقوا الباب، فعرف إنه جنود الملك جايين يأخذونه. فطلع على مرته هيك مثل نظرة يأس، نظرة حزن، نظرة ندامة. راح يفتح الباب وإيديه تراجف، فمد إيديه مشان يكلب يشوف. فاستعجبوا إنه الجنود استغربوا إنه مد إيديه، فقالوا له امشي اعمل تابوت للملك، الملك مات. فطلع على مرته هيك ووجهه مشرق، فقالت له نمك كل ليلة والرب واحد والأبواب كثيرة. فالعبد يرهقه التفكير والرب له التدبير. فمن اعتز بمنصب فليتذكر فرعون، ومن اعتز بمال فليتذكر قارون، ومن اعتز بنسب فليتذكر أبا لهب.